هناك خشية إيرانية من ارتباط النظام السياسي العراقي بحلف وثيق مع أمريكا كما تفضلت بمعنى أو بآخر، إلى أي مدى ذلك يثير قلق طهران؟ وألم يكن ذلك واضحا في صيف 2019 عندما اشتدت سخونة الصراع الأمريكي الإيراني وتحول العراق لإحدى ساحات الحسم؟ لا بالتأكيد هذا يقلق إيران كثيرا، وهذا أحد أسباب أنه إيران الدولة الجانب الأول من النفوذ لا يمكن أن تستخدمه بإزاء العراق، فتستخدم الجانب الثاني يعني الفصائل المسلحة والأحزاب الموالية لها، ودمج العراق، إدخال العراق عنوة بدون الإرادة الرسمية العراقية لا برلمانيا ولا حكوميا في محور المقاومة. هذه هي حقيقة الأداة الأقوى في النفوذ الإيراني في العراق ولبنان وحتى في سوريا. محور المقاومة هو يعني تشكيل عسكري وسياسي قائم بمواجهة الغرب الولايات المتحدة تحديدا. السياسة العراقية رسميا تقوم على التعاون مع الولايات المتحدة، يعني هناك حلف أو اتفاقية إطار استراتيجي صوت عليها البرلمان العراقي في 2009، وهذه الاتفاقية في حينها رفضتها إيران، وأعلن أتصور في حينها المرشد الأعلى السيد علي خامنئي أنه ليس من مصلحة العراق أن يوقع مثل هذه الاتفاقية، لكنه في لحظة انتصار المصلحة الوطنية العراقية في 2009 صوت البرلمان لصالح هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية تدخل العراق في يعني علاقة استراتيجية، علاقة صداقة استراتيجية مع الولايات المتحدة. هذا هو القانون في العراق، هذا ما يريده البرلمان، هذا ما تريده الحكومات، لكن محور المقاومة في تشكله فيما بعد يقوم أساسا على استهداف هذه الاتفاقية وفكرة التحالف مع الولايات المتحدة. نعم. ومحاولة شيطنة وتقويض أي تعاون جدي بين العراق والولايات المتحدة. لماذا؟ لأن محور المقاومة يستثمر في الصين ويستثمر في إيران، ولديه رؤية لحلف آخر مختلف لا يتسق مع المصالح الوطنية العراقية.